السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين مهنيين، اموركم هانيه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير. ومرحبا بكم معايا اليوم ومئة الف مرحبا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم العروض ديال فيم. اكيد اول حاجه غادي نشاركها معكم هي هاد المقله هادي بوجهين. كيف كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها، اللي راها معروفه هاد المقله هادي ديال جرانيت. بالنسبه لهاد المقله هذه الثمن ديالها 200 درهم، يعني 4000، وكانت في الاول كانوا دايرين ليها 5000. غير الحاجه اللي لاحظتها فيها ان ملي لصقوا ليها الجلد ديالها ما كتسد، شوفوا كنبغي نسد كتحل، ما عرفتش علاش هاد القضيه دي، ما عرفتها الصراحه، كتسد كتحل. وكلهم كاع اللي عندهم هنايا ملصقي ليهم هذيك الجلده ديالها، ملي كتبغوا تسدو ما كتبغيش تسد ليكم كتحل، ما عرفتش علاش، واش هادو فيهم ديفو ولا ما عرفتش شنو المشكل. المهم كيف كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها، فيها غير جوج الالوان هما هادو. ندوزو عاوتاني لحاجه اخرى، كاينين عاوتاني هاد المكعبات هادو، فيهم ثلاثه البياسات، فيهم الحجم الكبير والمتوسط والصغير، وكديروا فيهم فحال هكا ديكورات. فيهم جوج الالوان، فيهم الجري وفيهم النوار. بالنسبه للثمن ديالهم 150 درهم، يعني 3000. كانت في الاول كانوا جايبينها ب 170 درهم، يعني فحال تقولوا نقصوا فيها 20 درهم. هنا كيعطوكم العبار ديالهم قداش الحجم ديالهم. وكاين عاوتاني الآلة القهوة، هي هذه فيها جوج الكيسان، هذه كانوا جابوها حتى هي شحال، هذه كتهز 3 ايترو. غادي نحلها باش تشوفوها فحال هكا عن قرب، هي هذه فيها جوج كيسان، راه الحجم ديالها صغير غير في الفيديو كتبان كبير، كيبان هادشي كبير ولكن هادشي راه الحجم ديالو غير صغير. كتحل من الفوق، يعني القهوه كديروها من الفوق، هي كاين واحد المعلقه مفروض تكون حتى واحد الشبكه، غير هاد القهوه هذه اللي جبت لكم، هاد الاله هذه ما فيهاش الشبكه. هادشي علاش خاصكم تولوا تردوا البال تقلبوهم باش تعرفوا واش كلشي فيها ولا شي حاجه ناقصه. الثمن ديالها 120 درهم، يعني 2400، وفي الاول كانت ب 150 درهم، يعني ناقصوا واحد 30 درهم، ناقصوا 600. هنا البوطونات اللي كتخدم بهم هاد الاله هذه. كاين عاوتاني هاد المنظمه هذه ديال الماكياج، فيها ثلاثه المجوره. بالنسبه للثمن ديالها دايرينها ب 40 درهم، يعني 800، وكانت ب 60 درهم، يعني نقصوا منها 20 درهم. هي هذه فيها ثلاثه المجوره. بالنسبه للعروض ديال هاد السيمانه هذه، فحاولوا الحويجات اللي مازالين عندهم في بيم جابوهم ونقصوا ليهم، نقصوا الثمن واحد شويه باش يبيعوهم. هي هذه المنظمه ثلاثه المجوره، كاين مجر صغير شويه ومجوره تحتانيين جوج، هذوك نفس القياس. كاين عاوتاني حتى هاد موزع الصابون اوتوماتيك، هذا كيخدم البنات بالحجره، غادي نجبدو لكم باش تشوفوه. هذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا، اللي اول مره كتشوف هاد القناه هذه فكنتمنى ما تردوا الشارك في هاد القناه هذه وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. اكيد ما تبخلوش لي اكيد بالبارتاج بلي لايك بتعليقكم لاكثر من رائعه. وغنعطيكم العنوان ديال بيم، جا في جهه حيم ولا رشيد حدا جوهره والمزاء، وكاينه بالضبط في البيضه.
لانني كنلاحظ بزاف كتسولوني فين جاهد بين بعض المرات كتبغوا شي حاجه وما كتلقاوهاش فين حداكم، فهادشي علاش نقول لكم العنوان في جيت حيمون رشيد حدا جوهره والمنزه، وكاين بالضبط في البيضه. كاين عاوتاني هاد الخلاط، هذا خلاط اليد 3 في 1، كيف كتلاحظوا كتستغلون بزاف ديال الحوايج. بالنسبة للثمن ديالو ب200 درهم، يعني 4000، وكان في الأول كانوا دايرينه ب250، يعني نقصوا لكم 50 درهم. هذا هو الشكل ديالو، كنشارك معكم كاع الحويجات اللي كاينين فيه. كاين حتى واحد الخلاط ديال الضو حتى هو غير مخشي في الكرتونه ما انتبهتش ليه. هنا الطريقه ديال الاستعمال ديالو، وراه كتلاحظوا اش من ماركه. وهذا هو الطقم الكامل اللي فيه، كاين عاوتاني هاد قالب البيتزا كيف كتلاحظوا الحجم ديالو فيه 28 سنتيم، فيه واحد 4 لاطات، وفيه هاد الشبكه هادي النواغ اللي كتجمعوا فيها هاد اللاطات هادو. بالنسبه للثمن ديالو 80 درهم، وفي الاول كانوا دايرينه ب130 درهم. وهنا خلاص جايبين الالعاب، الحوايج اللي مازالين ما تمشاوش ليهم في بيم عاودوا جابوهم. ندير لكم هنا واحد الدويره خفيفه باش تشوفوا كاع الحويجات اللي مازالين كاينين في بيم. وبالنسبه لغساله الاواني فهذه قالوا لنا باللي كانت غير واحده الوحيده اللي كانت في بيم، وتخاطفوا عليها يعني في الصباح اول ما حلو تخاطفوا على هذيك فخذتها واحده منهم صافي، حيت قال لهم الحاجه اللي مازال بقات لينا في ستوك هي اللي حطيناها باش تمشى، يعني باش تباع ونحيدوها ما تبقاش محطوطه في ستوك. ها انتم كيف كتشوفوا سبادريات بزاف ديال الحوايج مازالين كاينين في بيم. اللي بغات اي حاجه مرحبا بها، 100 ألف مرحبا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، شكرا لكم بزاف للمشاهده، شكرا للتشجيعات ديالكم لاكثر من رائعه. ومازال كيف كتشوفوا انتم حتى هذه ديال العطريه مازال كاينه، شينيور حتى هو مازال كاين، التلفازه حتى هي مازال كاينه، الالعاب، وهادشي اللي كاين اخواتاتي الزوينات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، شكرا لكم بزاف المشاهده، شكرا التعليق ديالكم اللي زوينه بزاف ولا لا يخطيكم عليا، وبسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله.